بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي أن أنا أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك، واسمح لي أن أنا أشكرك على أنك أصريت أنك تكون موجود معنا النهاردة. أنا عارف المشاغل الكتيرة اللي موجودة لفخامتك، ولكن وجودك معانا شرف كبير قوي لينا وحاجة دايما تسعدنا، فاسمح لي كل الشكر ليك يا شيخ محمد. متشكر جدا على وجودك معانا وربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودايما دايما مع بعض في الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.